السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لطلبتي في روضة ومدارس قرطاج الدولية، معلمتكم تسنيم غنيم. وبعد، سنذكر بداية بما درسناه في الحصة السابقة. تعرفنا على الاسم المقصور، وذكرنا بأن الاسم المقصور هو اسم معرب معتل الآخر ينتهي بألف لازمة. وأيضا قلنا بأن الاسم المقصور يعرب بالحركات المقدرة على آخره منعا من ظهورها التعذر، إذ أن الألف في اللغة لا تقبل الحركات، يتعذر على اللسان نطق هذه الحركات في جميع حالاته، الرفع والنصب والجر. وتعرفنا أيضا على الاسم الممدون، وقلنا أنه اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة قبلها ألف زائدة. وفي حصة اليوم ونذكر أيضا بأن الاسم الممدود يعرب بالحركات الأصلية الثلاث الظاهرة: الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. وسنتعرف إن شاء الله في هذه الحصة على الاسم المنقوص. ننظر الأمثلة التي باللون الأسود. ننظر الكلمات الآن المخطوط تحتها: الماضي، القاضي، الداني، المحامية، وقاضي. الآن نتأمل هذه الكلمات، ما نوعها من أقسام الكلام؟ ما نوع هذه الكلمات من أقسام الكلام؟ هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ أحسنتم، إنها أسماء. طيب، هل هذه الأسماء أو بما انتهى كل اسم من هذه الأسماء؟ بما ينتهي كل من هذه الأسماء؟ أحسنتم، ينتهي بياء مخففة أي غير مشددة: الماضي، القاسي. طيب، الآن ما حركة الحرف الذي قبل الياء الخفيفة؟ حركة الحرف الذي قبل الياء الخفيفة، أحسنتم، إنها الكسرة. طيب، هل هذه الأسماء معربة أم مبنية؟ لعلك استنتجت عزيزي الطالب بأن هذه الكلمات أسماء معربة تنتهي بياء خفيفة مكسور ما قبلها، وهذه الأسماء تسمى عند النحويين أسماء منقوصة. إذن نستنتج أن الاسم المعرب الذي ينتهي بياء خفيفة مكسور ما قبلها يسمى اسما منقوصا. الآن، هل هذه الكلمات معرفة أم نكرة؟ الماضي، القاضي، الداني، المحامية، وقاضي الحاجات. وبماذا عرفت؟ إذا هي كلمات معرفة أو معرفة، عفوا، عرفت. بعض الكلمات عرفت بأل التعريف كما تشاهدون، وفي الجملة الأخيرة عرفت بالإضافة، فقلنا قاضي الحاجات. الآن، ما موقع هذه الكلمات من الإعراب؟ إن كلمة الماضي في جملة "ما زالت الجامعات الأردنية الغراء كما كانت في الماضي، منارات للعلم والمعرفة يشهد لها بذلك القاصي والداني"، أي القريب والبعيد يشهد ويفخر بما بالجامعات الأردنية. طيب، كلمة الماضي جاءت في موقع جر كما تلاحظون، لأنها سبقت بحرف الجر في، لذلك هي اسم مجرور. كلمة القاضي جاءت، أو الموقع الإعرابي جاءت في موقع رفع لأنها فاعل، يشهد لها بذلك القاضي، إذن فاعل. وأيضا في المثال نفسه جاءت كلمة الداني مرفوعة لأنها معطوفة على مرفوع، وكما تعلمون العطف من التوابع فيأخذ حركة المعطوف عليه. طيب،
الآن كيف نعرب هذه الكلمات؟ هل ظهرت الكسرة مثلا في قولنا في الماضي؟ هل ظهرت الضمة على كلمة القاسي؟ هل ظهرت أيضا في الجملة الأخيرة الضمة على كلمة قاضي؟ لعلك تجيب بأن هذه الحركات لم تظهر. طيب، ما الذي منع من ظهور هذه الحركات؟ الحركات قدرت على آخر هذه الأسماء. للثقل، قدرت الحركات على هذه الأسماء للثقل، لأنه يثقل على اللسان أن ينطق الحركات على هذه الكلمات أو في مثل هذه الكلمات. فلا نقول في الماضي، ولا نقول يشهد لها بذلك القاصي. يثقل على اللسان أو يثقل على اللسان أن ينطق بهذه الحركات على هذه الأسماء أو على نهاية هذه الأسماء. نعرب الماضي مثلا في المثال الأول: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وأيضا القاصي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. والداني أيضا، وأرجو منكم أن تدونوا إعرابها على دفاتركم: اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وفي الجملة الأخيرة: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره أيضا منع من ظهورها الثقل وهو مضاف. لكنك تلاحظ عزيزي الطالب أن الفتح في جملة إن الموحانية مؤتمن على أسرار موكله ظهرت في هذه الحالة، وكان الموقع الإعرابي للمحامي هو النصب. إذن إن المحامي، فنعرب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نستنتج عزيز الطالب أن الفتحة تظهر على ياء الاسم المنقوص في حالة النصب، ونلاحظ ظهور أيضا كما ذكرنا ونكرر الفتحة تظهر على آخر الاسم المنقوص. نستنتج عزيزي الطالب: الاسم المنقوص هو اسم معرب مختوم بياء ثابتة غير مشددة مكسور ما قبلها. ونستنتج أيضا أن الاسم المنقوص المعرف بأل أو الإضافة يعرب بالحركات المقدرة على الياء في آخره في حالتي الرفع والجر منع من ظهورها الثقل، وينصب بالفتحة الظاهرة على الياء. إذا في حالة النصب تظهر الفتحة. الآن ننظر الجملتين: أدار قاض عادل جلسة المحاكمة. التقى المذيع براو من رواة القصص. الكلمات قاض وراون، هل هي معرفة أم نكرة؟ نعم، إنها نكرة. ما موقعها الإعرابي؟ أحسنتم، في الجملة الأولى جاءت مرفوعة، وفي الجملة الثانية جاءت مجرورة بحرف الجر. طيب، هل هي صحيحة الآخر أم معتلة الآخر؟ هل الأسماء قاض وراو صحيحة أم معتلة؟ إنها معتلة الآخر لأنها اسم منقوص حذفت ياؤه. فأصل كلمة قاضي، أو عفوا قاض قاضي، وأصل كلمة راون راوي. وتعرب هذه الكلمات حسب موقعها الإعرابي كما ذكرنا، لأنها أسماء معربة والحركة
تقدر على الياء المحذوفة، وسنذكر مثال ذلك. الآن هذه الأسماء المنقوصة جاءت نكرة غير معرفة، لا بأل التعريف أو بالإضافة. طيب، والموقع الإعرابي جاء في الجملة الأولى موقع رفع على أنه فاعل، وفي الجملة الثانية جاء في حالة الجر. ماذا نستنتج؟ لا يجوز أن نقول أدار قاضي عادل، ولا يجوز أن نقول التقى المذيع براوي. لماذا؟ نستنتج عزيز الطالب بأن الاسم المنقوص إذا جاء نكرة وغير مضاف تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر فقط. الآن عوض عن الياء المحذوفة كما تلاحظون بتنوين كسر، قاض راو. هذا التنوين يسمى تنوين عوض عن الحرف أو عن الياء المحذوفة. نذكر، الاسم المنقوص إذا جاء نكرة وغير مضاف تحذف ياؤه فقط في حالتي الرفع والجر، لأنه في حالة النصب الياء تثبت بغض النظر هل كانت معرفة أو غير معرفة، وتظهر كما ذكرنا سابقا الفتحة عليها. طيب، ننظر الآن نموذج في الإعراب. يبدو أنك مقتف أثر أستاذك في البحث العلمي. مقتف اسم منقوص لأن أصله مقتفي، لكن حذفت هذه الياء لأنه أتى في موقع رفع كما تلاحظون، فهو خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. لماذا حذفت الياء؟ لأنه غير معرف وغير مضاف وجاء في موقع رفع. الآن هذا السؤال واجب على دفاتركم ويرسل إلي عبر الواتساب. صوب الخطأ المطلوب فيما يلي. الخطأ موجود في الكلمة المخطوط تحتها. طيب، لدينا أيضا سؤال هنا مهم. الجملة التي ورد فيها خطأ في الاسم المنقوص المخطوط تحته، أين الجملة التي ورد فيها خطأ بما يتعلق بقاعدة الاسم المنقوص التي درسنا؟ ذهبت إلى المدرسة ماشيا، هذه جملة صحيحة 100%، لأنها أول شيء جاءت في موقع نصب فالياء تثبت وتظهر عليها الحركة. أنا ساع في طلب الرزق، هنا يجب أن نحذف الياء لأنها أتت في موقع رفع وغير معرفة وغير مضافة، إذن جملة صحيحة. التحقت بالنادي الثقافي، أيضا جملة صحيحة لأننا أثبتنا الياء لأنها معرفة بأل التعريف وفي موقع جر. أما في الجملة الأخيرة، هذا برج عالي، يجب هنا أن نحذف ياء الاسم المنقوص لأنها أتت في موقع رفع هذا المبتدأ، وبرج خبر، وعال نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن عال غير معرفة بأل التعريف، ولم يتبعها مضاف إليه، إذن لم تأتي مضافة. هنا يجب أن نحذف ياء الاسم المنقوص، فنقول هذا برج عال ولا نقول عالي. فهذه الجملة هي التي ورد فيها خطأ بما يتعلق بقاعدة الاسم المنقوص. إلى هنا أعزائي الطلبة تنتهي هذه الحصة. نذكركم بأبرز ما جاء فيها. الاسم المنقوص قلنا أنه اسم معرب مختوم بياء ثابتة غير مشددة مكسور ما قبلها، والاسم المنقوص المعرف بأل أو الإضافة يعرب بالحركات المقدرة على الياء في آخره في حالتي الرفع والجر، منع من ظهورها الثقل، وينصب بالفتحة الظاهرة على الياء في حالة النصب كما ذكرنا
ونذكر أيضا بأن الاسم المنقوص إذا جاء نكرة وغير مضاف تحذف ياءه في حالتي الرفع والجر ويعوض عن الياء المحذوفة بتنوين يسمى تنوين العوض. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.